السلام عليكم، أنا معز البرني. حبيت نحكي على الأحداث بتاع القاصرين اللي صارت نهار الأربع واللي ماتوا فيها 14 جندي ربي يرحمهم. حبيت نذكركم لأنه في الأمن التونسي في الوقت الحالي فما ياسر تغييرات أمنية. حبيت نحكي لكم على حاجة صارت لي أنا شخصيا. مثلا أنا نهار السبت نهار 6 جوان مشيت خرجت من تونس الستة بتاع الصباح، ومشيت بعدها الفحص سليانة ومكثر، وبعد مشيت الزيتونة، ومن الزيتونة مشيت الروحية، وبعد من الروحية رجعت الزيتونة، وبعد مشيت الدهماني والكيف ورجعت لتونس. دونك خرجت من الستة بتاع الصباح ورجعت كان الستة بتاع العشية، في هلا 12 ساعة ما عرضتني كانت دورية أمنية واحدة. معناتها لو كان أنا جيت إرهابي كنت نجم في كرهبتي نبدا حاطط السلاح ونبدا نفرق فيه على اصحابي من غير ما يعرضني حتى امن. انا شخصيا رحبت لانه يا الشمال الغربي معناتها في القصرين وسريان وكيف، لان مرات يبدا متواجد بكثره خاصه سيلة ايام الاسبوع، لكن مثلا في كيما نهار السبت وحد يبدا مش متواجد ومرات حتى منعدم. في النهارات يبدا سخان ياسر، مثلا نجي امشي ماضي ساعه ولا ساعتين في غرغون قايله فقال هذا مش متواجد، فمقاطع التعليم مش متواجد. لو كان نرجو من الامن انه يتواجد ولا يتواجد باكثر وينستال دي كاميرا دو سيرفيونس اللي هما انفيزيبل على عينو، خاطر انا متاكد لانه هذوما الارهابيين استغلوا ثغرات كيما هكا، لانه يلاحظوا لانه ما وقتاش الامن يبدا مش متواجد ويهجم. دونك الرجاء معناتها توفير مزيد من الامن، مزيد من الامكانيات، خاصه باستعمال الكاميرا هذوما لي كاميرا، فما دي كاميرا كي سون مثلا كونيكتي بار ساتيليت ولا بار واي فاي ولا هاسيلو لونغ ديستانس، نجموا نبرشيهم في كل بلاصه من غير ما يفتنوا بهم الارهابيين وفي اماكن حساسه، على خاطر هذوما الامن الارهابيين قاعدين ديما يستغلوا الثغرات. والسلام عليكم، معز البني. يتمنى لكم بالطبيعة رمضان طيب وكهو، والسلام عليكم.